ضعني ظل الظهر عظم الحفظ، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ. ظاهر لظى شواظ كظم ظلما، أغل الظلام ظفر انتظر ظما. على المختارين وبعدها كثيرة الرسول، مظومة مجازة الفصول. مؤسسة الرحمة حفتين تقران كريم كاي كتا لما قال دب رعي حرون تقبل كتقدر يا مناسبة بلادون وقلين شبين وحيو سميسي دفعة دي كوبية تمنادي دميسة حفتي قران كريم كاكو كومنيد لحدان هردي مناسبة بلادون اللوغو دبال دي قيار دي داسي حفتي سي قران كريم كا او كاقب سنتي قدها مسجد كالرحمة مقال دب رعو اي وحا كسو قيب قلين مسوليين علماء الدين والدين وح قرد يسودو كلاتو مرتي شرف كلاه وحانا قوارينتي مناسبة داسه دلك لدوين كسو جدي سلامر كاسين فافايي مؤسسة الرحمة يسودو كلايتو وحيالاه قوة ويني حوق سارتو قدوم يها قوود مؤسسة الرحمة الشيخ مصطفى عادن وحان وحب بلين اياه ان ارضي ذا مؤسسة الرحمة قودهان كارهان وحان سيقارة وقسي هم بلين اياه ان ارضي ذا ان مياه بلابله ومانتا اين فردينو حفلة دو دي قارن جمينته وحن الله يغبر يا تبارك وتعالى كوى دمييي اي هادا قلن شميني يا كوى كودح شره اي ربائن دمييان يا كوى ميل كالمر يابا ان انتبه الهي تبارك وتعالى قرآن كأفوذي يو مؤسسة الرحمة لتحفيظ القرآن الكريم والعناية بعلومه إن أنا ما أنت هل كان أتاجنين إن بلشاد الرهير برع بره وأنو ورمه وحن سلاه هاي ويا قانان هداي أرضية تهاي يا هداي والدين تهاي يا هدي أي دوينها كلا تهاي هداي تهاي مؤسسات كتعليم جاءه يا هدي أي تهاي إن أمان بلشاد قبل ككل قنبا مدة كله لباتن سنوات أيام مريه دلجوسنا يجي geesta kale waxa halkaasii ka hadlay culimo wax garad waalidiin xildhibaano iyo sidoo kale tusduwa wasaaradda diinta iyo qafta gobolka Togdheer waxaan isii wada jiray bogaadiyan ardayda dhameystay xifdiga quraanka kariimka iyagoona sidoo kale to ama aan balaarin soo jeedin maasada raxmi magalada burco wax kasto oo wanaag ah qof ku sifaysan yahay wuxuu jecel yahay inuu ku sifaysnaado oo qofka dadka u fiican noqdo arintaas qof kasto oo si fiican fikiraya waa jecel yahay nabigu kaleey salaatu wa salaam wuxuu noo sheegay arintaas meeshii ka dhawdahay nabigu wuxuu kaleey salaatu wa salaam khayrukum man taallama alqur'aana wa 'allamahu waxa idin ku khayr badan oo dadka ugu khayr badan qofka qof quraanka bartay dadkana si baraya oo si gudbinaya haqiiqatan hadaa aayadka ugu horeeya suurada la yiraahdo suuratul rahmaan ilaahay waa arrahmaan naxariista khalqiga uu naxariisanaya wax la koobi kara maaha rasuulka soo diristiisu waa naxariis qur'aanka soo dejintiisu waa naxariis ilaahay subxaanahu wa tacaala wax naxariisyaha uu ina siiyey tiro ma laha nicamku ilaahay ina siiyey tiro ma laha suuradda waxaa la dhahaa dhexta looga dhigay fabiaya alaa rabbikuma tukadiba nicmooyinka ilaahay baa layna xasuusinaya awala nicma ilaahay ina xasuusiya waa nicmada ilaahay uu tilmaamay markuu isamkiisa ku bilaabay arraxmaan علم القرآن القرآن كي آد برطه و الله كبره و معلم كالنقطة و نعم الميزان كي لعيد قرأت أنا يترين إلا أنني لهي ببنسيين مويان كنت وحن آد يا آد وقد عين يا شيخ مصطفى هوغوه الرئيو يا مؤسسة الرحمة عبودهان وحلا بفرحة ما شاء الله تبارك الله إلهي لو شكريو أيين ما أنت تشوقنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا إن أردنا الحياة الطيبة والحياة السعيدة إن أردنا الذرية الصالحة إن أردنا الأسرة الصالحة إن أردنا الحياة الهنية إن أردنا الدنيا والآخرة فعلينا بالقرآن الكريم لأن الله قال يهدي للتي هي أقوم أي للتي هي أصلح والتي هي أفضل وأحسن مركا عرافك والدك وعلا وحول لنا هاي مدرسة شدة مامل كيدا معلمين تيدا يرد ما نعبد هذا انت با آدي يا آد عيان وحويا ريدكم ما هذين هنا قرآنك وحي نقشك السيين نمان كي كعرابا ها ايه استعمارك وحي دا المعلمك الدين تبقية قرآنك معلي ديانا لي هذا شهر يربو سينشري قوة خالية ما هذي قد يقال العقبة ينبو سينشري تبعتنا إنك العقبة الله يبنص اللي يوحى نقول لي حان حقي ما هذي قد يتكي نورمي لأي سوحى نصيبه عن إمكا وقال إنه معلك دين تدقى وعيه
sababtoo ah ee macallinka iminka doctorate-ka qaatee maadigii kelmadda tawxiidka garanba maayo. Hambalyo hambalyo yaanu leenahay hambalyihii ducadu soo faraxninta qalab jabinaysaa ka wasaarad ahaan wasaaradda diinta iyo ooqaafku aada iyo aada bay u garab taageerta malcamadaha iyo maxadada iyo masaajidada. Masaajidkan waa masaajidka ugu arday badan maanta 60 baa ka qalin jabinaya warkii ugu soo gaaray. Weli masaajid 60 ay ka qalin jabiso waa kii koowaad. Masaajidka Raxma masaajidada Raxma. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi shahaadooyinkii lagu guddoonsiiyey ardaydaasi dhamaysatay xeeftiga Qur-aanka Kariimka oo ka koobnayd 60 arday. Waa Khalid Bakayle, wararka Muqbaaya, Caalamiga Star TV, Burco.